مشاهدينا ورد الينا هذا النبأ العاجل حيث اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه خاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهره وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لا سيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن منطقة النهر الأخضر وفي هذا السياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي ثلاثين ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرية الجديده وفي سياق تطوير تلك البقع السياحية المتميزه وفيما يتعلق بمحافظه القاهره اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحاليه لتطوير منطقه القاهره الخديويه امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصه ما يتعلق باعمال ترميم الواجهات للمباني التراثيه العريقه انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل ووصولا إلى منطقة ميدان العتبة مواجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضري لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة كما تم في ذات الاطار عرض مستجدات تطوير منطقه سور مجرى العيون بشقيها السكني وكذلك التجاري والترفيهي فضلا عن تطوير منطقه مثلث ماسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعه الانتهاء من اعمال ابراج السكن البديل بماسبيرو لاعاده تسكين المواطنين فيها في اقرب وقت ممكن. كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنيه التي يتم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين بما في ذلك حتى مبدا ايجار الوحدات السكنيه في اطار المبادره تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد